اهلا بحضراتكم. هنلعب مع السنغال ان شاء الله اول ماتش يوم 24 مارس في تصفيات كاس العالم الجوله الاخيره. ابتدى الكلام تاني، والله تاني، لا مش تاني، المره الالف. هنعمل ايه؟ الدوري هيقف، هنعمل معسكر ولا مش هنعمل معسكر؟ المنتخب لازم نروح كاس العالم، المنتخب مهم. طبعا مهم، يعني في جمل كده بتتقال بديهيه، يعني والله اي طفل في الشارع، اي طفل عنده 6 سنين 7 سنين عارف ان المنتخب مهم. بس احنا مش بنتكلم على صناعه، على كوره، على حاجه مهمه جدا. احنا عندنا مشكله قديمه في الاتحادات بتاعتنا، انها مش فاهمه او مش عارفه ايه هي الكره في مصر، ما هي كره القدم المصريه. هل هي المنتخب بس ولا المنتخب والانديه؟ لان المسابقات المحليه في احتراف، في فلوس، في صناعه، والحكام والمدربين والملاعب والتصوير وجمهور، حاجات كتيره قوي. فالكرة ما هياش بس المنتخب، الكرة كل ده. بس احنا لو عندنا تنسيق وعندنا مشروع وعندنا خريطة بنشتغل عليها وعندنا أجندة وعندنا شغل مستمر في تفكير وفي أحلام وفي حاجات من النوع ده، كانت المسألة خلصت. لكن للأسف ده مش عندنا من زمان. وبعيد تاني ان انا لما كابتن سمير زاهر الله يرحمه وهو رئيس الاتحاد كنت احيانا بنتقد الكوره في مصر، مش عارف ايه بتاع ده المنتخب الاداء. فجي لما خدنا كاس الامم الافريقيه 3 مرات ورا بعض قال لي ها اظن يا عم بقى الكوره في مصر بخير. قلت له لا، ده المنتخب هو اللي بخير مش الكوره في مصر. الكوره في مصر عندها مشاكل تانية في التسويق والمبيعات، حاجات كتيره قوي. يعني واحنا عندنا لعيب مثلا يعني في اي نادي التيشيرت بتاعه بيدخل بيجيب 800,000 قميص زي صلاح كده، يعني ممكن عندنا نجم ممكن تبيع قميصه ب 800,000 جنيه، ب 800,000 عدد 800,000 وبارقام كبيره للتيشيرت الواحده، بتعمل دخل للنادي زي صلاح مع ليفربول. ده صلاح رابع واحد في العالم او في اوروبا، في العالم التيشيرت بتاعه عمل 800,000. ارقام. احنا بنفكر في الحاجات دي؟ لا ما بنفكرش، ما لناش دعوه بيها. احنا بنتكلم على صناعه طول النهار، والاعلاميين واحنا وكلنا نقول صناعه كره القدم، صناعة. ما احنا دي زراعه مش صناعه كده. يعني مش معقول بجد يعني. طب مين اهم، المنتخب ولا الانديه؟ برضو معادله وسؤال ابيض اسود، ما ينفعش، مفيش حاجه كده ابدا في العالم كله. الهلال كان بيلعب في كاس العالم للانديه والدوري السعودي شغال، هات بقى انت بقى تقدر تعمل ده في مصر ولا لا؟ ده مش شرط نقلده، لكن انا بس بقول اشاره كده. يعني ليفربول حب يوقف الدوري او يؤجل مباراه ليه وهو بيلعب في كاس العالم للانديه، الرابطه قالت له لا ما ينفعش، تلعب بالناشئين وتلعب في كاس العالم للانديه بفريق الاول زي ما انت عايز، ولعب بناشئين او شباب يعني واتغلب 5 لما شارك السنة اللي فاتت في كأس العالم للأندية. قرارات واضحة، ما فيش حاجة اسمها يا إما المنتخب يا إما الأندية تموت. طب أنا حد مثال بس، إحنا حيرانين، هو إحنا نفتح الباب للعيبة الأجانب ولا نقيد قيد العيبة الأجانب؟ طب ما تركيا مثلا عملت إيه؟ تركيا سنة 96 كان دخلها من الكورة الصناعة يعني 40 مليون دولار. النهاردة من تعاقدات اللعيبة والصراع اللي حصل مع في الدوري التركي بقت القيمة اللي كانت 40 مليون دولار سنة 96-97 موسم 96-97 بقى دلوقتي 450 مليون يورو. هم عملوا ايه؟ كان اولا اخيرا فتحوا للأجانب، يعني لو عايز نادي يشتري 20 لعيب اجنبي يشتري 20 لعيب اجنبي ويلعب بيهم مش مهم، وهم بيقلدوا البريمير ليج كده.
من فترة كان القيد 8 لعيبة أجانب بس، واللي يلعبوا في الملعب 5. دلوقتي لا، ما اشتري لعيبة أجانب زي ما أنت عايز ويلعبوا كلهم، مش مهم. ده تغيير، لأن هما بيفكروا بالصناعة زي ما حصل في إنجلترا بريمير ليج. بقى صناعة 4 مليار دولار على الأقل، حقوق البث والمش عارف إيه والرعاية وحاجات كتيرة جدا، ده جزء من الاقتصاد الإنجليزي. طيب حتى السعودية أدركت ده، بقى 7 لعيبة أجانب في كل فريق وعايزين يزودوا 1 كمان. بس هناك للدوري بيقف وبيجدوا حلول للمسألة دي. المنتخب بيشارك في كاس تصفيات كاس آسيا، الدوري ممكن يشتغل. أي فريق بيلعب في كاس العالم للأندية الدوري برضو بيبقى شغال، ما بيقفش، مش بننتظر. يعني إحنا لازم نتغير، إحنا عاملين نفصل كل شوية، نفصل ونخترع. هو إحنا عايزين صناعة بكل مقومات الصناعة دي، ولا عايزين حاجة واحدة بس، ولا مش عارفين إحنا عايزين إيه؟ طب والله ما إحنا عارفين إحنا عايزين إيه؟ أنا بحلف بقى، لأن بصراحة الكلام ده إحنا بنقوله من زمان، أنا بقوله من زمان، يعني زمان جدا. لازم نوصل لمعادلة، لازم نوصل لمشروع، لازم نوصل لتخطيط، لازم نعرف اللعيب بتاعنا عنده إيه وما عندوش إيه، ايه هي ملكاته ومهاراته وايه هو اللي مش عنده. زي الاسبان لما اخترعوا التيكي تاكا بشكل مخصوص عشان الباسنج جيم باختصار، يعني يهزم القوه الاوروبيه، وفعلا نجحوا بالمشروع ده بشكل كبير جدا. يعني في تفاصيل كتيره قوي في الموضوع ده، بس انا ارجو ان احنا اللي يخش اتحاد الكوره، الكلام ده مش بقوله عشان الاتحاد ده، اي اتحاد لازم يشتغل كورة، يفكر طول الوقت. العالم سبقنا، مسألة التسلل دي بقت دلوقتي تقنية جديدة خالص، اتجربت في كاس العالم للأندية. التكنولوجيا جزء من الصناعة، لازم نلحق، ما نقعدش. احنا عايزين نبقى اقوى دوري في المنطقة، لازم نسعى بجدية، لان احنا عندنا كل المقومات. مثلا احنا بقى اقوى دوري في المنطقة، لازم نتحرك ولازم نفكر ولازم ندرس ولازم نحلل ولازم نفهم الأسباب. بنكسب ليه وبنخسر ليه؟ كسبنا كأس الأمم 3 مرات ليه؟ بعدين خسرنا التأهل لكأس الأمم 3 مرات ليه؟ الحاجات دي لازم نبقى فاهمينها وعارفينها. أرجو يعني إن احنا نقدر إن شاء الله نستوعب بقى المسألة دي، ونعرف إن القضية مش مين أهم، المنتخب ولا الأندية، لأن الاثنين بيكملوا بعض. وقت المنتخب للمنتخب، وقت الأندية للأندية، ولازم يبقى فيه مشروع وتنسيق كامل على مدى السنين، مش مجرد نتفاجئ إن احنا هنلعب مع السنغال فنقول إيه، نبتدي نطرح فكرة نوقف الدوري، نلغي الدوري، الحاجات دي لا، ما بتنفعش الحقيقة. يعني انا يعني ساعات الواحد بيزعل قوي ان بنقعد نتكلم في حلقه ودايره ما بنطلعش منها ابدا. يعني المنتخب مهم قوي وبيهم كل مصر، كل المصريين، والصناعه ايضا مهمه جدا للصناعه نفسها وللانديه. الانديه لازم تكسب فلوس والصناعه لازم تكسب فلوس. مش عارف الكلام واصل ولا مش واصل، يعني يا رب يبقى واصل. إن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي.